basis of straight wire appliance. السورس بتاع السيمينار دوت هو في الأساس كتاب Orthodontic Brackets Selection, Placement and Debonding. لو في أي سورس تاني لأي معلومة موجودة في السيمينار هيبقى الريفرنس بتاعها مكتوب في آخر السلايد من تحت. Back to the beginning, جزء history بس شوية في الأول, in summary من غير تفاصيل كتير, لحد ما نوصل بس دي الـ recent أو الحاجات الـ recent أو الموجودة متوفرة اللي احنا كلنا بنشتغل بيها دلوقتي. بداية الـ fixed appliance كانت بالـ bendo appliance, بالـ هو كان بير فوشرت, هو French dentist, وكان أول واحد وصل لفكرة إن هو يالاين regular teeth by an appliance named bendo appliance. الـ appliance ده كان عبارة عن horseshoe metal to align the teeth by arch expansion, كان بيعمل repositioning للـ irregular teeth بـ forceps, يعمل لها luxation بالـ forceps, بعد كده بيعمل لها ligation للـ metal band اللي هي الـ horseshoe band دي, يعمل لها ligation وبيعمل alignment للـ teeth بالـ expansion. بعد كده كان الإدوارد أنجل هو الـ father of modern orthodontics, هو الـ يعني الـ main, هو عمل الـ main concept بتاع الـ fixed appliance متمثل في 4 major orthodontic appliances, هنقولهم باختصار لحد ما نوصل للـ edgewise اللي هو الأخير عشان هو دوت اللي وصلنا لأحدث حاجة موجودة أو آخر نوع من أنواع الـ appliances الموجودة دلوقتي. الأربعة appliances دولت هما including أول حاجة الـ E-Arch, الـ Pen and Tube Appliance, Ribbon Arch Appliance and Edgewise Appliance. أول واحد هو الـ E-Arch. الـ E-Arch ده كان heavy labial arch extending around the arch, والـ endes بتاعته كانت inserted في molar tubes. الـ teeth كانت ligated directly by thin metal wire شبه الـ ligature wire للـ heavy labial arch دوت, وبيحصل لها alignment, بتعمل لها alignment by expansion وكان في activation, بنعمل activation لـ small knot موجودة في الـ end بتاع الـ heavy labial arch ده. بعد كده البين اند تيوب ابلاينس فور نيد فور بيتر كنترول اوفر ذا بوزيشن اوف تيز ان اول اللي هو ال 3 دايمنشنال كنترول اون ذا بوزيشن اوف ذا توز عشان نعمل بودلي موفمنت للتيز, فكان حصل يعني عملوا انفنشن لسمول بينز. السمول بينز ديت سولدرد على الارش وايرز, والبنز ديت كانت inserted في tubes موجودة في البنز بتاعت التيث, بس التيوبس ديت كانت vertical tubes, فبقينا كده ما يعني ما عادش في point contact زي ما كنا في الاي ارش point contact ما بين الليجيتشر وير والتوث, بقى كده في area of contact ما بين التيوب وما بين البن, فدوت هيدينا more او greater degree of precision. بس ديت الـ greater degree of precision ديت كانت صعبة في الـ placement بتاعت الـ wire inside the tubes, وديوت كان impractical, فطبعا الـ system ده بقى obsolete. بعد كده الـ ribbon arch appliance. الـ ribbon arch appliance دوت هو كان برضو يعني حاولوا يعملوا برضو modification عشان الـ precision movement و bodily movement of the teeth, فكانت التيوبس بتاعت او مش التيوبس البانس بتاعت التيث كانت supplied by vertically positioned rectangular slot زي اللي موجودة في الصورة ديت كده, vertically positioned rectangular slot ديت facing occlusally, الاتجاه بتاع السلوت او الopening بتاعها كان ناحية الاوكلوزل تمام, وكان الانسرتد فيها واير, الواير دوت كان ريبون شيبت, هو ريكتانجلر كروس سكشن بتاعه ريكتانجلر, وكان من الجولد ارش واير, الدايمنشنز بتاعته 10 × 20 انش, was placed in the slot وريتيند ان بليس باي براس بينز.
بعد كده بعد الريبون أرش أبلاينس، الريبون أرش أبلاينس كانت السلوت بتاعته كانت vertically positioned بالمنظر ده، تمام. الإيدج وايز كانت، يعني كلمة إيدج وايز ديت أو معناها جاية من فكرة إنه ال vertically positioned slot أو ال vertically positioned واير أو rectangular ده بقى إيدج وايز، إن هو يعني اتقلب على الإيدج بتاعته، بقت ال width أو ال greater dimension هو ال horizontal وال smaller dimension هو ال vertical. من هنا جت تسمية ال إيدج وايز أبلاينس. ال إيدج وايز أبلاينس كان من الأول، في الأول خالص كانت ال brackets معمولة من ال soft gold، وكان inserted فيها rectangular واير انسرتد في السلوت و ريتيند باي ليجاتشر واير. الريكتانجلر سلوت زي ما قلنا ان الفيرتيكال هايت بتاعها هو السمولر دايمنشن. كان اول ما طلع الايدج وايز كان الفيرتيكال هايت ده عباره عن 0.022 انش هايت، والهوريزونتال لينث كان 0.028 انش. كانت الوايرز المستخدمه فيها كانت برضو جولد وايرز. بعد كده حصل modification لل edge wise slot، بقت بدل ما هي ال height بتاعها كان 22 بقى 18 inch slot، لكن ال depth كان عملوه 0.025 inch slot. دوت ال modification ده اتعمل ليه with اتعمل with the introduction of a stainless steel wire. ال stainless steel wire more stiffer than the traditional جولد واير. الجولد واير كانوا بيستخدموه في الاول، بس بسبب ان هو اكسبنسيف و والهاي فلكسبيليتي بتاعته، فعملوا شيفت للستانلس ستيل واير. بما ان الستانلس ستيل واير هي مور ستيفر زين الجولد واير، فبالتالي كانوا النيد ان هم يقللوا الدايمنشنز بتاعه الوايرز يوزد. فبالتالي عشان اقلل الدايمنشنز بتاعه الوايرز يوزد، برضو محتاج ان انا اقلل السايز بتاع السلوت، لان كل ما كان الفرق ما بين السايز بتاع الواير والسايز بتاع السلوت كبير، هيبقى فيه بلاي اكتر للواير، فبالتالي الكنترول هيبقى اقل على التوث موفمنت. But with the introduction of sliding mechanics، ال sliding mechanics ديت انا محتاج فيها ان انا اقلل الفريكشن عشان ما استهلكش جزء كبير من الفورس في ان هو يتغلب على الفريكشن، زائد ان بقى عندي more options لمور elastic wires عن ال stainless steel زي الناي تاي وغيرها. فبالتالي هنا رجعنا تاني للايه، لل 22 السلوت اللي هي السايز بتاع 22 سلوت بدل 18 سلوت. انا بكبر السايز بتاع السلوت بحيث ان انا اقدر استخدم وايرز مور اور ليس الدايمنشنز بتاعتها مش قليله، عشان تديني مور يعني تديني ليس فلكسبيليتي او تديني مور كنترول على التوث موفمنت، بس في نفس الوقت برضو ما تبقاش كبيره لدرجه ان هي تملى السلوت فتزود لي الفريكشن وتقلل لي الفورس او الافكتيف فورس. الادفانتج بتاعه ال 18 هي كل حاجه ليها ادفانتج وديس ادفانتج. لو هنتكلم عن ال 18 سلوت، الادفانتج بتاعتها ان انا طالما هستخدم فيها سمولر دايمنشن وايرز، فبالتالي الوايرز دي هتبقى مور فليكسبل. مور فليكسبل يعني هتساعدني في الالاينمنت والليفلنج في الاول في بدايه التريتمنت. بعد كده ال 18 سلوت ديت كانت بتسمح لي ان انا اعمل نارور براكتس. البراكتس عشان هي السلوتس حجمها اصغر، فبالتالي هقدر اعمل البراكت از هول حجمها اصغر، فبالتالي كل ما السايز بتاع البراكت هيزيد الانتر براكت ديستنس. كل ما زاد الانتر براكت ديستنس ده معناه ان في مور فليكسيبيليتي للواير، فده يساعدني في الالاينمنت والليفلنج في الانيشال ستيجز. بعد كده في كمان ان انا كل ما زاد الانتر براكت ديستانس هقدر احط واير لوبس واعمل واير بيندنج في الفريكشنلس ميكانكس. هيبقى عندي مساحة ما بين كل براكت وبراكت هقدر اعمل فيها لوبس. بعد كده كمان من الادفانتج بتاعتها ان هي filling the slots more easily and rapid or early achieved.
لان هي حجمها صغير، فانا هوصل للسايز اللي هيملى السلوت ديت بدري، فبالتالي هزود الفريكشن. ده معناه ان ده هينفعني فين؟ في اللوب ميكانيكس او الفريكشن ليس ميكانيكس اللي انا اصلا ما فيش فيها فريكشن، فانا ما عنديش مشكلة ان انا ازود الفريكشن، بالعكس انا عايز الفريكشن يزيد. كمان انه التورك اكسبريشن بتاع البراكت، هنتكلم على التورك اكسبريشن دوت قدام، التورك اكسبريشن هيبقى احسن ومور ايرلي لما تكون السايزز بتاعت السلوت قليلة، فبالتالي هيبقى البلاي ما بين الواير وما بين السلوت قليل، فبالتالي يديني مور تورك اكسبريشن، وده هينفعني في حالات الاكستراكشن كيسز، حالات السيرجيكال اورثودونتكس وانا بعمل الدي كومبنسيشن. لو هنيجي بقى للادفانتجز بتاعت ال 0.022 انش سلوت، هي اول حاجه ان هي وايدر سلوت دايمنشنز، فبالتالي هتديني مور اوبشنز في الواير سايزز، انا ممكن استخدم وايرات صغيره في حالات ايه، في حالات ان انا عايزه ليس فورس في الحالات الانيشال فيزيتس او الانيشال ستيبس بتاعت التريتمنت، ممكن استخدم لارج وايرز فور مور ستيفر اند مور كنترول ديورينج سلايدنج اند سبيس كلوجر، ده في حالات السلايدنج ميكانيكس. كمان ال wider slot dimension دي هتديني more easier insertion of the wires at the initial visits وال teeth لسه not well aligned. wider brackets عكس بقى اللي احنا قلناه عن ال 18 inch slot، هنا هيبقى عندي wider brackets. طب ايه ميزة ان ال wider brackets دي تبقى موجودة؟ ميزتها انه less contact angle between the wire and the bracket، فبالتالي هيقلل ال friction. زي ما موجود في الصورة دي، دي bracket narrow اللي على اليمين، دي bracket narrow واللي على الشمال دي bracket wide. ال contact angle اللي هي ال angle ما بين ال wire وال horizontal plane بتاع ال slot، كل ما قل ال dimension كل ما زاد ال contact angle ما بين ال wire وما بين ال horizontal plane دوت، فبالتالي كل ما زاد ال contact angle كل ما زاد ال friction، والعكس في ال wider brackets. تاني حاجة ال moment arm of the bracket اللي هما بيعرفوه على ان هو نص ال width بتاع ال bracket. ال moment arm بتاع ال bracket لما تكون ال bracket wired wide، ال moment arm ده هيبقى more، فبالتالي ال brackets هتوفر better rotational and root positional control. ال moment زادت فده هيديني more control على ال tooth movement. كمان ال greater wider ده او greater dimension of the brackets هيديني greater bracket base surface area، فدوت هيحسن ال bond strength to the tooth. في concept اسمه bidimensional mechanics، ال concept ده ان هو في sub clinicians favor the use of advantages بتاعة ال 18 و 22 slot، هو بيستخدم ال 2 dimensions selectively على كل tooth على حسب هو محتاج ايه في ال treatment plan. As an example، إنه ممكن يستخدم incisor brackets with 18 inch slot، canine or posterior brackets with 22 inch slot. With this technique torque control is maintained on incisors، إن أنا دلوقتي هستخدم السلوت الصغيرة على الانسايزرز، فده هيديني more torque control، while إن أنا هستخدم more slot size اللي هو 22 على الكناين والبوستيريور، فدوت هيديني less friction during the sliding mechanics ويسهل ال sliding mechanics ويقلل ال treatment time. الموديفيكيشن اللي اتعمل بالستاندرد اتش وايز ابلاينس كان في كان على برنارد سوين. برنارد سوين عمل 2 اتش وايز براكتس، عمل لهم اتاتشمنت تو ايتش اذر، فبالتالي سميناها توين براكتس او سي ام اس براكتس. البراكتس ديت كل ما زودنا الويدث بتاع البراكتس ده يدينا مور روتيشنال كنترول اون ذا توز. بعد كده ظهر البيج ابلاينس، هو عبارة عن موديفيكيشن من الريبون ارش ابلاينس بتاع انجل. بدل ما كان السلوت كانت فيسنج اوكلوزل، هنا في البيج ابلاينس السلوت بقت فيرتيكال سلوت برضو بس فيسنج جينجيفال. كمان بدا يستخدم لايتر وايرز 16 انش راوند ستانلس ستيل وايرز، ده كان into holder wires، كانت ال wires دي held in place by different types of bench شبه البنند تيوب اللي احنا قلنا عليها.
The PEG technique was divided into three treatment stages. أول two stages كانت involving a crown tipping. لأن هو بيستخدم lighter wire, round wire. ده بيبقى فيه point contact ده بيعمل لي tipping للcrown. The third stage of the tooth كانت restricted to root tipping أو root movement by the aid of auxiliary springs inserted في البراكس. طبعا هو ده كان a system very complicated و بقى برضو obsolete, ما عادش بيستخدم. ال tip edge brackets برضو هنت عنها كده, هي برضو مش not used today. هي tip edge bracket has been basically been created by removing diagonally opposing corners of the conventional edgewise brackets. وكان فيها vertical rectangular slot اهي كانت for insertion of auxiliaries أو auxiliary springs شبه اللي كانت موجودة في البيك. ال edgewise appliance هنرجع بقى نتكلم عنه عشان هو الأساس اللي هيوصلنا لل straight wire appliance. بالنسبة لل arch wire fabrication ده ال Bonwell Hawley chart ازاي كانوا بيعملوا fabrication لل wire. احنا هنتكلم هو الفيكسد ابلاينس المين كومبوننت هو واير وبراكت. بالنسبه للواير هو بيتفرد لمحاضرات لوحده فاحنا مش هنتكلم عليه قوي, احنا بس حبينا نعمل هنت عن البونويل هاولي تشارت ان ازاي بعمل كاستمايزيشن للواير لكل بيشنت. كمان الواير بيبقى فيه يعني الواير كان المفروض نعمل فيه انسرشن ل فيرست اوردر سكند اوردر وثيرد اوردر بنز, ده عشان نعمل compensation one away ني satisfy ال 6 keys of normal occlusion, وده برضو كان ني محاضرة لوحده. ال first order bend هي بتعبر عن ال in and out position of each tooth, ان ال teeth ليها different widths و different prominence of the buccal surface. فانا لازم اعمل حساب النقطة ديت واحنا بنعمل fabrication ال fixed appliance, سواء ال first order bend ديت incorporated في الواير زي الصورة الاولانية ديت او الصورة التانية, أو ال first order bend ديت هنعمل لها compensation في ال widths أو ال prominence بتاع ال brackets. ال second order bend هي أو second order subscription ده بيبقى manifested بال mesiodistal dimension أو mesiodistal direction of the tooth أو mesiodistal tipping of the crown. يا إما هو incorporated في الواير زي الصورة اللي موجودة تحت دي, يا إما هيكون incorporated في البراكت زي الصورة اللي فوق. ال third order bend ده بيبقى representing the movement of the root أو buccolingual movement of the tooth, يا إما برضو represented في الواير إن احنا نعمل توك في الواير أو بنت في الواير third order bend في الواير, أو بيبقى compensated في ال bracket by torque in the bracket زي ما هنشرحه قدام. The standard edgewise became the fixed appliance of a choice until the late 70s, but it did suffer from several disadvantages. In disadvantage that the standard edgewise إنه كانت ال passive bracket slot. Standard edgewise كانت ال bracket slot not programmed. ما كانش بيبقى فيها أي subscription زي ال tip وال torque, فبالتالي كانت كل الحاجات دي أو كل ال bends ديت أو third order second order وال first order bends كانت incorporated في الواير, وده كان more time consuming و need considerable skills. رقم اتنين إنه ال bends اللي موجودة في الواير هتخلي ال space closure أنا مضطر إن أنا أستخدم closing loops أو أستخدم frictionless mechanics, ودي برضو complicated و not all dentists can practice it. Pre-adjusted edgewise appliance or straight wire appliance was first introduced by Larry Andrews, صاحب ال 6 keys of normal occlusion المشهورة in 1972.
الساكس كيز هما مش هنذكر مش هنذكر شرح ليهم هنا دلوقتي، انا بس قلنا هنت عليهم كده. الكي نمبر 1 هو المولر ريليشنشيب، 2 الكراون انجليشن او التب، 3 الكراون انكلينيشن او التورك، 4 الابسنس اوف روتيشن، 5 بريزنس اوف تايت كونتاكتس، 6 اوكلوزال بلين ويز فلات اور سلايت كيرف اوف سبين. الفكرة في البري ادجستد ابلاينس او الستريت واير ابلاينس انه الميجر امفاسيس هو الموم براكت بليسمنت فروم ذا بيجينينج اوف ذا تريتمنت، سو ذا فينيشينج ستيج او فينيشينج او فينيشد بوزيشنز بيجينز از سون از ذا براكت هاف بين بليسد ات ذا فيرست ارش واير تايد ان. There is a gradual flow toward the finishing stage with less work required at the end. بمعنى انه ال proper positioning of the bracket and its good position or recommended position on the tooth surface will end up with less finishing and detailing steps at the end of the treatment because all because the end position or the end prescription of the tooth will be programmed from the first visit because it's programmed in the brackets. هنتكلم عن كل key الincorporation بتاعه في البراكت في البراكت prescription بدل الواير في الستريت واير أوبلانز. Key number one is only achieved when the rest of the keys have been achieved too and the pre-adjusted bracket should have built-in first, second, third order pins. Brackets should be optimally placed on the tooth. إنه key number one هو بيتحقق لما بقية الكيز بتتحقق. To incorporate the right amount of first order pin delay in and out motion, Andrew measured the facial prominence of each tooth. The facial prominence of each tooth هو عمل impression line. Impression line دوت مرر بي الميدل of the tooth من الأوكلوزال surface بالمنظر ده. We عمل measurement للفاشيال prominence ما بين الفاشيال access point to this line for each tooth. To measure the difference between between teeth in its buccolingual dimension. We عمل incorporation لل difference between the teeth دوت في ال bracket عن طريق ال change بال prominence بتاع كل bracket ودوت واضح اهوت في ال bracket from the left to the right the central lateral canine 4-5. واضح قوي انه اللاترال فيها في more prominence لل bracket بتاعتها، ده معناه انه اللاترال هتبقى more lingual to the other teeth. كلينيكلي بس يعني كلينيكال تيب كده انه لو احنا احتاجنا في نص التريتمنت ان احنا نغير البريسكريبشن من راس ل ام بي تي لفتوس معينه او مجموعه تيس معينه يستحسن ان احنا نستخدم ذا سيم مانيفاكتشر. It's better to select brackets from the same manufacturer while altering the prescription ليه؟ عشان ال first order compensation ده او ال in and out prescription لكل bracket ساعات بيختلف من manufacturer لاخر حتى لو كان بنفس البريسكريبشن، يعني 2 ام بي تي يعني دي اول 2 على الشمال دول الاثنين دولت ام بي تي بس البريسكريبشن لنفس التوز بتوع لاترال انسايزر بس البروميننس بتاعت البراكتس مختلفه فالفيرست اوردر كومبنسيشن فيهم مختلف. المولر اوفسيتس المكسيلري مولرز ان بارت 1 اوف كي 1 ستيتس ذات الميدي باكال كاسب اون ذا فيرست مكسيلري بيرمننت مولر اوكلود ان ذا ميديال باكال جروف بتوين ذا ميزيال اند ميدال باكال كاسب اوف ذا مانديبلر فيرست بري مولر. طيب بالنسبه للتوث مورفولوجي بتاع الابر مولر هو رومبويدال ان شيب، فالتوث مورفولوجي بتاع اللور مولر هو rectangular in shape. The mediobuccal groove of the mandibular first molar is more facially prominent than the distobuccal groove. So, to occlude with the mediobuccal groove of the mandibular first molar, the mediobuccal cusp of the maxillary first molar should have more facial prominent because it is more prominent than the distal groove. فبتدوت بسبب الشكل الرومبويدال بتاع الايه الابر ساكس فدوت بي نيسيسيت البريزنس اوف اوفست اور ميزيال باكال اورينتيشن.
Andrew measured the angle between impressure line and the line connecting the buccal cuspid of the molars. We وجد ان الانجل ديت هي عبارة عن 10 degree offset وعمل incorporation ليها في التيوبس. نفس القصة في المجزلري سكند مولر، هو نفس المورفولوجي تقريبا بنفس الأوفست المطلوب. Rule of thumb used in the bracket manufacturing is that plane of the bracket or the base of the bracket should always be parallel to the facial plane of the crown. Further, the tube of the bracket should also be straight when the tooth is in its ideal position. At the end of the treatment, the plane of the tube بيبقى straight, while in the plane of the base of the bracket must be manufactured parallel to the facial plane of the tooth. المانديبلر مولرز ما فيش فيها مشكلة، no need or offset فيها، هي أصلا rectangular in shape. clinical hint بس عن حالات class 2 وحالات class 3 اللي هتبقى finished في class 2 مولر أو class 3 مولر relationship. no offset is needed in these cases. There shouldn't be any offset on maxillary first or second molar in class 2 and class 3 molar relationship لأن هي هت occlude ساعتها في الميزيوبكال كاسب ساعتها هي occlude يا إما في الامبريجر اللي هو الميزيال امبريجر للور ساكس يا إما هي occlude في الديستال امبريجر أو الديستال كاسب أو الديستال جروف بتاع اللور ساكس. Both of them are or more lingual position than the mesiobuccal or the anterobuccal groove, so there is no need for molar. Incorporating K2 in bracket prescription in a straight wire appliance, the tip of angulation is incorporated in the base or slot of the bracket by placing the slot at an angle to the mesiodistal plane over the bracket base. ودي القيم بتاعة التب أو second key compensation according to a different prescription of Andrew, Ross and MBT for maxillary and mandibular arch. Tab compensation in Andrew translation series bracket, Andrew proposed that for effective tab expression, the mesiodistal length of the slot should be equal to the distance from the slot point to the center to the tooth center of resistance. Because this is not applicable, so power arms were added to the bracket to the length of the power arm plus mesiodistal length of the bracket should be equal to the distance between the slot point and the center of resistance. Since full engagement of full dimension wire is not possible technically, especially during sliding mechanics, عشان ما نقللش عشان ما تسويتش الفريكشن, so there will be some loss of depth during sliding is inevitable. For that reason, while additionally counter rotation, counter mesiodistal depth, and counter bacolingual depth will be discussed in Q3. Counter rotation, it is a slot setting feature that counteracts the tooth rotation during translation and then overcorrect when the medial or distal movement is completed. بمعنى counter rotation هو لو احنا نعمل application للforce من الside ده احنا بنعمل application للforce away من center of resistance هيحصل rotation للtooth ديت اللي هي بالmoment اللي هو السهم اللي فوق ده. لو احنا عاملين counter rotation انه اصلا في بداية التريتمنت انا عاملة السلوت فيها counter rotation ان هي اصلا بتلف التوث في البوزيشن التاني يبقى انا كده بعمل counter action للمومنت دي بقى انا عندي في مومنت وعندي في counter moment الاتنين هيكنسلوا بعض فدوت will lead to more bodily movement of the tooth during translation. نفس الفكرة في الكاونتر ميديو دستال تب by increasing the tap or increasing the counter moment. To maintain control over three-dimensional positions during tooth translation in extraction or space closure cases, Andrew develops the translation series في حالات
الترانسليشن او في حالات السبيس كلوجر عمل 3 سيريز مختلفين بقيم مختلفه عن الكلاسيك سيريز بتاعته، وقسمهم ل minimum translation و medium و maximum translation according to the amount of space that will be closed أو المسافة اللي الدوسة بتحركها. لو من 0.1 ل 2 millimeter بيبقى فيه بنعمل changing لل tip بتاع البراكت plus or minus 2 degree، medium plus or minus 3 degree، maximum plus or minus 4 degree. الجدول فيه القيم بتاعة المينيمم والميديم والماكسيمم ترانسليشن سيريز. Tip of molar in class 2 and class 3 relationship. Keeping 5 degree tip هو الكاسيك prescription بتاع التيبنج هو 5 degree tip of maxillary molars، بس في حالات الكلاس 2 والكلاس 3 this tip will result in poor occlusion due to hanging or more downward position on the distal surface of the molars. So in finished cases بنعوز ان يكون في 0 degree angulation للmaxillary molars في حالات الكلاس 2 او كلاس 3 molar relationship. Relation between tip and molar offset in class 2 and class 3 molar relationship 0 degree maxillary offset. احنا قلنا ان احنا نعمل 0 offset is recommended. So there would be a mesiopalatal rotation of the molar. Zero offset معناه انه هيبقى في mesiopalatal rotation للمولر اللي هو شكله rhomboidal، فهو كده هي occupy more space. طيب السبيس اللي موجود ده ممكن يعمل لي crowding؟ لا، هو السبيس اللي او الكراودنج او المشكله اللي ممكن تحصل ديت بنعمل لها compensation بان احنا عملنا 0 degree tip instead of 5 degree class 2 class 1 molar. Incorporating K3 into bracket prescription, the positive torque is incorporated in the brackets by directing the slot occlusally. زي ال torque بتاع central و ال lateral بال size ده. و negative torque is incorporated by directing the slot gingivally. زي ال central و زي sorry ال 4 وال 5. A true characteristic of a straight wire appliance is that the torque should be in base, not in phase. ده الصورة دي بتوضح فرق التورك in base عن التورك in phase. Torque in base is built by the manufacturer by adjusting the size of the triangular in the base of the bracket اللي هو red triangle ده. Andrew proposes that for proper bracket placement, the slot point and the base point will facial access points will be in one line. زي ما هو واضح في الصورة. الصورة نمبر A هي maxillary central incisor bracket with a slot at O point at positive 7 degree to the bracket base. The bracket D فيها positive 7 degree. The slot of the bracket is facing downward. بالalignment لما حطينا arch wire وبدأ الwire حطينا straight arch wire والwire دوت بدأ يشتغل. حصل straightening of the slot. الwire بيوصل يبقى passive امتى؟ لما الslot Straightening the slot occurs when full dimension rectangular wire are passed through it. In a straight slot, the walls of the slot are parallel to the occlusal plane, while the base of the slot are parallel to occlusal plane perpendicular. When the slot becomes straight, the base of the bracket becomes angular equal to the amount of the built-in torque. Andrew standard brackets are effective for A and B differential of up to 5 degree. وديت القيم بتاعتها. طبعا دوت مش هينطبق على حالات الاسكيلتال كلاس 2 والكلاس 3. هنعمل هيبقى فيه بعض التورك كومبنسيشن. Torque loss in maxillary molars during translation or during expansion. As maxillary molars are three rooted,
with dominant palatal root. So when the maxillary molar is translated, especially mesial, the palatal root lags behind, causing the tooth to tip buccal. نعمل counteraction للبكال tipping دوت بي counter buccolingual tip ونعمل more negative torque عشان counteract this action ونمنع الhanging of the palatal cusp. This counter buccolingual tipping is added as the following. نفس الكلام اللي احنا قلناه في التابنج هو برضو موجود في التور. Minimum translation و medium و maximum translation by addition of more amount or more degree of torque. Pre-adjusted brackets do not have brains, you have to use your own. You must consider the pre-treatment inclination of the teeth because it's an important considering factor for the effective torque expressed by the bracket. If a maxillary incisor with ideal inclination of 7 degree angle between the facial axis tangent and the occlusal line perpendicular, and when you put a 7 degree torque bracket on it, the end you will end up with a with no expression of any torque. But placing a positive torque bracket of 0.7 to an incisor already having an inclination of 20 with occlusal plane perpendicular, this will lead to decreasing the torque. It will express negative torque instead of positive torque. And أنا حطيت تورك أقل من التوث already عليه. فعشان التوث توصل للمرحلة اللي هي إن الواير يبقى straight, التوث دي هتتحرك in a negative torque expression. هيبقى في positive change of negative 13 in maxillary incisor inclination. On the contrary, a retroclined maxillary central incisor with negative 7 inclination with occlusal plane perpendicular, 7 degree torque bracket placed, this incisor will make the slot opening downward directed. فيبقى في positive torque will be expressed. Expression of the torque from a bracket depends upon many factors. نعمل discussing the factors yet in summary. The play of the wire within the slot, theoretical play, torque play, and the effective torque of the wires is measured by Cernits. بمعنى ان كل ما زاد play ما بين الواير وما بين slot dimension هيتقل ال effective torque. As for example, لو استخدمنا wire 16 في 22 والسلوت بتاعتنا 22, البلاي بتاعي عبارة عن 21 ديجري. فبالتالي لو انا عملت لو البراكت ديت فيها تورك 1 ديجري, الافكتف تورك 0, كله 0 0 0, مش هتبدأ تعمل افكتف تورك الا لو انا لو البراكت دي التورك بتاعها 25, تبدأ تديني افكتف تورك 3.3. Torque wire play is affected by the following factors: manufacturer tolerance, interbevel, mechanotherapy, type of ligation, defects, and aging of the bracket. Manufacturer tolerance, usually the wire tends to be smaller and the slot tends to be larger than that prescribed on each packet. اتش بيبلز فايروس سلوت بيقلل التورك, البيبلنج الموجود في الواير او السلوت بيقلل الاكسبريست تورك. تايب اوف ليجيشن, الستانلس ستيل ليجيشن بتعمل مور اكسبريشن للتورك على عكس الاستوبيريك عشان الديكاي بتاع الفورس بتاعتها. ميكانوثيرابي, وايرز يوزد ان سلايدنج ميكانكس شود نوت بي يوزد فور تورك ابليكيشن بيكوز ذير از ا كونسيدرابل لوس اوف سيرفيس لاير. Torquing pliers may deform the arch wire, giving less torque value, so it's better to add some extra torque. لو في defects في البراكت slot طبعا هيقلل الاكسبريشن, الايجنج بتاع هيقلل الاكسبريشن بتاع التورك.
expression of torque from a bracket depends upon the following factor. In factor التاني هو ال inter bracket distance. كل ما زاد ال inter bracket distance كل ما زاد ال كل ما قلت ال wire flexibility فبالتالي هيزيد ال bracket ال torque expression. Lingual brackets has decreased inter bracket distance فبالتالي هيزيد ال torque expression. كل ما زاد ال stiffness بتاع ال wire هيزيد ال torque expression. ده طبعا موجود أكتر في ال stainless steel wires عن ال TMA وال knight eye. Diminution of force, a minimum threshold of force is always required to cause this movement. فبالتالي احنا عملنا torque في الواير هيبدأ يعمل effect. كل ما يحصل correction كل ما هتقل الforce. The force that as the wire returns to its shape, there is a gradual reduction of the force so that a point comes when the force transmitted from the wire to the bracket are beyond the level of movement. فبالتالي هحتاج ان انا اعمل activation تاني. Material of the bracket, the plastic or ceramic brackets are less effective in torque expression بسبب ال decreased stiffness بتاعتهم. Vertical position of the bracket is reduced because the tooth does not have uniform morphology. So the positioning of the bracket on the gingival or occlusal or middle third will result in different crown and different torque expression. Incisors have less sharp changes in surface topography than canine and premolars. Inclination of neighboring teeth, torque in a bracket is expressed when the wire is passed through multiple brackets. So, for example, an increased negative torque on the canine will increase the positive torque on the lateral incisor due to reactionary forces. Direction of tooth movement. يعني حبينا نضرب هنا مثال بالديمون سيستم. الديمون سيستم عامل different prescription لكل tooth according to ال movement أو according أنا عامله. لو أنا مثلا هعمل retraction لل teeth ديت ل long distance في حالة مثلا ال bimaxillary protrusion أو حالة ال class 2 division 1 هحتاج ان انا ازود ال more positive torque to counteract the loss of torque اللي ممكن يحصل during retraction. فانا ساعتها ممكن استخدم ال high torque series. Prominence of the slot. As the bracket prominence increases, the transverse distance between the slot and the center resistance increases, so decreasing the torque expression of the bracket. This is a summary of values of torque and depth for different prescription: Alexander, Beck, Burstone, Damon, Hilgers, and so on. This is and this is for mandibular arch. About just prescription for maxillary and mandibular arch for torque and depth. There is another prescription, super or extra torque. Thank you.